لطالما كانت الأحياء الشعبية بسوريا خزان الموهوبين بكرة القدم، ولطالما لعبت من خلال النشاط الرياضي لفرقها دور بدفع الشباب للاهتمام بالرياضة وتحصينهم من الوقوع بمشاكل وآفات خطيرة ممكن تدمر مستقبلهم. بأحد هاي الأحياء بالشمال السوري كانت أول ركلة للكرة بقدم المدرب حمود عيد اللي بيستذكر بداياته مع اللعبة بمدينة الطبقة. بدأت علاقتي كأي لاعب بمرحلة الابتدائية ومن ثم الإعدادية ومن ثم الأشبال نادي السد ومن ثم شباب نادي السد ومن ثم رجال نادي السد، والحمد لله رب العالمين لحد الآن أنا أمتهن الرياضة كمدرب. الدافع الأكبر طبعا هو الرياضة وحبنا الرياضة وشغفنا للرياضة. الرياضة الحمد لله الأمانية، أنت شايف أنا عمري حاليا 61 سنة وأمتهن الرياضة وأمارس كرة القدم. الدافع الأكبر كان أخي أكبر مني، هو الذي دربني وهو الذي وصاني وهو الذي دعمني. وبعد ما أودع برصيده العديد من بطولات الأحياء الشعبية، بدأ حمود بأوائل التسعينات فصل جديد من حياته الكروية بتدريب شباب نادي السد. طبعاً بدأنا بالمرحلة الابتدائية، إحنا ما في دورات، إحنا بالمدارس بلشنا بأشبال وشباب نادي السد. طبعاً شباب نادي السد إحنا أخذنا بطولات على مستوى المحافظة، ومن ثم ترقيت إلى الرجال ومارست مع الرجال، شاركنا بطولة المحافظة، شاركنا بالدوري السوري كدرجة ثالثة إحنا، والحمد لله رب العالمين أنجزنا. ومن بيناتنا كانوا لعيبة طبعاً على مستوى السوري. بدأت المجال 1990 طبعاً، دربت شباب نادي السد، كنت لاعب للرجال وأدرب الشباب كتدريب. ومن ثم بدأنا في الأحياء الشعبية. الأحياء الشعبية عندي فريق اسمه فريق الأهلي، مشكل من 1978 طبعاً كانوا أكبر منا. أنا استلمت بالتسعين، استلمت تدريب، ولحد الآن أنا أمرن. أول فريق كنت تدريبه هو فريق نادي السد شباب. طبعاً الحمد لله رب العالمين كانت نقاط، أخذنا البطولة، أنا كنت مستلم تدريب، أخذنا البطولة، ربحنا مباراة الشباب، والحمد لله أخذنا بطولة المحافظة. وبيمتدح حمود رياضة الأحياء الشعبية والنوادي المحلية بنسخها القديمة وكمان الدعم الجماهيري الكبير لإله. بالماضي كان حتى الأحياء الشعبية، طبعاً إحنا عندنا هون كان ناديين، هو نادي العمال ونادي السد، كنا مشاركين بالبطولات. بالنسبة للأحياء الشعبية كانت منظمة جداً جداً جداً، كان عندنا 8 فرق تقريباً، و8 فرق على مستوى فيها كل فريق فيه 25 لاعب، وإحنا من ضمنهم نأخذ للأندية، ومباشرة إحنا يعني نشكل بطولات كل سنة أو كل 6 شهور بطولات للأحياء الشعبية قبل ما يكون النادي يشتغل في الأشي. بالماضي كان الدعم الجماهيري فائق 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 جدا ودعم كبير. طبعا احنا على مستوى كنا أندية او على مستوى أحياء شعبية، اذا نطلع بطولات، اذا نطلع شيء، نطلع على المحلات، نطلع على الجمهور يدعمنا بمصاري، يدعمنا بتواجده، يدعمنا. كان عندنا ملعب واحد، هو سابقا طبعا ملعبين، هو النادي حاليا، النادي هذا اسمه نادي الروس، هذا من السبعينات، هذا العالم تتمرن فيه، كان عندنا هالملعب هذا فقط. ومن ثم صار ملعب الغاز يعني اجى بالفتره الاخيره طبعا بالتسعينات، بال85 90 اشتغل ملعب الغاز، ومن ثم بدات المدينه الرياضيه تقريبا بالتسعينات كمان. وهي الاحياء خرجت العديد من اللاعبين الموهوبين والمميزين بفرق الدرجه الاولى. في الماضي كانت المشاركه اي بني ادم موهوب، طبعا احنا كمدربين او كقديمين نجيب الشباب او الاشباب او الناشئين او الشباب، نجيب لنا 30-40 لاعب، نختار منهم الموهوبين. طبعا لاعب، في ناس تحب الطابه وفي ناس موهوبه، احنا نختار الموهوبين ونخليهم يتابعون، والحمد لله ربنا انجزنا منهم وصاروا بالدرجه الاولى، منهم قسم كبير من شبابنا صغار وصلناهم انه يلعبوا بفرق الدرجه الاولى. الحريه كان في عندنا لاعبين، في عندنا بالكرامه، في عندنا بالوحده، من خلال تدريبنا لهم هون بالمنطقه بالطبقه وصلوا لهالمرحله هاي، والحمد لله رب العالمين. وعلى المستوى الاجتماعي التربوي اذا جاز التعبير، كان لرياضه الاحياء الشعبيه ولا سيما كره القدم دور مهم بحمايه الشباب السوري من مشاكل كثيره، اولا المخدرات. كان اقبال جيد جدا جدا، طبعا احنا من خلاله نبعد الشباب
نبعد الشباب عن الـ عن الـ عن المشروب، نبعد الشباب عن المخدرات، نبعد الشباب عن المشاكل، نبعد الشباب عن الرياضة. هي حب لكل شيء موجود من أشبال وشباب ورجال ورياضيين، حتى أهاليهم مبسوطين منا لأن نجيبهم ونلعبهم برياضة ونشغلهم برياضة وكرة القدم. وإجت الحرب لتخرب الصورة الجميلة لكرة قدم الأحياء والنوادي المحلية. خلال الحرب وقفت كرة القدم نهائيا، ما عاد نتمرن، كنا نتمرن يعني بالخفية، يعني حتى ما يخلونا نتمرن. لذلك يعني احنا كنا في بعض المرات هون عندنا في ملعب صغير، هذول الملاعب كلها، شايف الملعب اللي وراي هذا سكروه، ملعب الغاز سكروه، ملعب المدينة سكروه، ما ظل عنا نتنفس نهائيا ولا نلعب كرة قدم الا في مجال واحد فقط، ملعب صغير هون اسمه سداسي، هنا ملعب نادي الروس، ونلعب فيه تقريبا شيء 12 او 13 شب نمارس الرياضة فيها، حتى ويحاربونا فيه. بالبداية الاحداث وقفنا، طبعا قصف كثير بالبلد، مشاكل كثيره بالبلد، وقفنا احنا توميتيك، وقفنا طبعا ايام الدواعش هنا، سكروا الملاعب كلياتها، ما عاد نقدر نلعب، ممنوع تلعب رياضه نهائيا. وبعد هاي المسيره الطويله مع الساحره المستديره، تبقى امنيه كبيره بنفس حمود عيد. صار لي تقريبا في اليوم صار لي 40 سنه او 45 سنه، يوميا كاني موجود من امبارح. انا ليش؟ لانه الملعب هذا هو يذكرني البارح واللي قبله والسنوات الماضية كلياتها ملعبي هذا. أتمنى من الماضي يرجع بس الاستقرار والدعم المادي والدعم المعنوي والملاعب الجيدة لشبابنا. طبعاً إحنا أنا أفكر بالشباب حالياً، أنا مدرب وكبير وعمري 60 سنة، أفكر للشباب الصغار هلا حالياً يتمرنوا بملاعب صغار ما عندنا الملاعب الكافية، وهذا الوضع الأهم. وتوظيف، أتمنى أنا واحد من الناس، أنا كل لاعب يعني يكون محترف أو كل لاعب موهوب لازم نأمن له مستقبله، إحنا نأمن له مستقبله.